الفكرة 1% والتنفيذ 99%. أحمد أركيتكت و I am graphic designer. كنت بأفرش غرفتي وكنت قاعد أواجه صعوبة كبيرة ما أحصل المنتج، يعني المنتجات أو الذوق اللي أنا قاعد أدور عليه، خصوصا من ناحية الميزانية. قررنا أن إحنا نسوي شيء يناسب البوث باكراوند. واحدة من النقاط اللي تخلي الواحد كبزنس مان يبدأ في مشوار نفس هذا هو أول شيء الفكرة أن أنت ما حصلت شيء حقك، في نفس الوقت تقول لنفسك إذا أنا ما حصلت شيء ناسبني وأنا عندي ميزانيتي هالكثر ما بالك غيري. إحنا ما توقعنا أنه يكون هالكم من الناس تطلب بس على حساب الإنستغرام، يعني هذا إحنا كان للحين ما عندنا حتى مكان أن الناس تقدر تشوف القطع. في يوم عرفنا وقدرنا نثبت لنفسنا أن توجهنا كان صحيح، رحنا واستأجرنا الورشة. البزنس عبارة عن فشل ونجاح، فلما تفشل بالعكس هذا تفتح لك باب ثاني من جهة أخرى. برنامج بيبان فرصة لا تعوض. استأنسنا لأنها كانت خطوة كبيرة لنا، خاصة أن هي راح يكون فيها ماركتينج وبعد توسع بنفس الوقت. فقط حاب أن أواصل بهذه القوة، بهذه الطاقة، بهذا الفاير، لأن بهذا الفاير قدرنا إحنا نحقق إنجازات، تقدر تحقق إنجازات في فترة جدا بسيطة. رسالتي لي لنفسي وللبنات إن كل المجالات في الحياة تستضيفنا، يعني إحنا نكون جزء كبير في كل المجالات.